قلت أنا من قبل وأنه سيد الخونجية وسيد الفاسدين والمتاجرين بالدين راهو كيف سيد الحلوف، إذا كان تضربه ما تطيحوش يرجع ليك، تجرح يرجع. هاكا بداو راجعين من دروسهم ولا يهبطوا للشارع ويناديوا بالإسقاط الدكتاتورية. عندنا مدة وإحنا نحكيو على الملفات، نحكيو على ملفات الإرهاب، على الاغتيالات السياسية، على الجهاز السري، على الفساد المالي، على الخونجية، على عصابة يوسف الشاهد. نكتب ونكتب ونكتب ونكتب، والمدافعين عن الرئيس كلمة واحدة يقولوا لهم أصبروا صوف يتباع بالرزانة. هزوا الريح صوف، نسمعوا عنا مدة سيحاسبون سيحاسبون، الوقت قاعد يتعدى واحنا سيحاسبون سيحاسبون. ذهب الجماعة اللي يحكيوا هذو ما يحكيوا على نهار القيامة، مش على توا، مش يتحاسبوا على تخريب تونس أمام القضاء التونسي، ذا اللي نحكيوا على نهار القيامة. قلتها أنا من قبل وأنه سيد الخونجية وسيد الفاسدين والمتاجرين بالدين راهو كيف سيد الحلوف، إذا كان تضربه ما تطيحوش يرجع ليك، تجرح يرجع. هاكا بداو راجعين من دروسهم ولا يهبطوا للشارع ويناديوا بالإسقاط الدكتاتورية. هذا بفعل تلكؤ، ارتعاش الأيادي، قلة الخبرة، رفض الاستماع لكل الناس اللي نتقاسموا حلم إزاحة الخونجية، الناس اللي دعمت مسار 25 جويلية راه مش بالضرورة تدعم كل شيء. يعني لسنا قطيع، احنا مش دوش الصف لا وراء قيس سعيد ولا وراء الخونجية، عنا الطابور الوطني، الصف الوطني، مصلحة البلاد. هاي يا سيد الرئيس وينهم اللي مش يحاسبون؟ خونجية وظهر لي طلعوا نظاف، لهم متورطين في الإرهاب ولا عندهم فساد، وظهر لي احنا توا يلزمنا نعملوا عريضة وطنية نصحوا فيها، نلتمسوا منهم العفو، نقول لهم سامحونا رانا طلعنا غالطين فيكم، راكم طلعتوا ناس طيبة وناس تخافوا ربي وضد الإرهاب، ولعنة الله علينا اللي غلطنا فيكم. هيا ما ننسوا جماعة يوسف الشاهد زادة. ها جو جو والأربعين حرامي خرج، رئيس حط له جماعته في الإقامة الجبرية، قال بعض منهم يلزم يمشي الحبس نورمال ماهوش الإقامة الجبرية. بعد نحات الإقامة الجبرية في ظروف غامضة، لكن تقريب كانت قبل بنهار من اللي وزير الخارجية التقى السفير الأمريكي، بعد بنهار وكم خرجوا يوسف شاهد خرج وجمعته، واحد خرج لباريس والآخر خرج للمغرب. نحن قاعدين نتفرجوا باقي نستناو في الصوف ولا مشي يتباع بالرزانة. هذه ظاهرة اللي فما اتفاقات نتاع ملفات، يعني رجعنا لإدارة السياسة العامة للدولة بالملفات وبالمقايضات. ما تقولوا لي زاد جماعة هذو مخاتيهم ونضاف، لأنهم هذوما حرامية، هذوما سرقوا ونهبوا وميكماك وصفقات وبترول وغير البترول، كل شيء ينهبوه. إذا الأمر من صفقات، كي نشوفوا نحن يعني هذم حرية التنقل ويخرجوا ما تتحلهمش ملفات، نجبدوا واحد نحطوا مهدي غربية مثلا في الحبس ونغطيوا بها الناس الكل تاع يوسف الشاهد. مقايضة ملفات يوسف الشاهد أبارامون ظاهرة العملية، عيط يا بابا يا بابا يا أمي،
يقيد الرئيس بملفات على الخوانجية وعلى خصوم الرئيس، لأنه يوسف الشاهد اللي كان رئيس حكومة كان أكثر وزارة وأكثر إدارة في وزارة يحبها ويخدم عليها هي الإدارة العامة للمصالح الفنية، كان عام ملفات للناس الكل، وبإعانة المدير العام للأمن الوطني اللي كان معاه في الوقت هذاك واللي توا هو يعني سفير برا. المعطيات هذه تدل على أن ندير البلاد بالملفات، هات ملفات على الخصوم وتوذهب واذهب حرا طليقا. ولذا الشيء اللي قاعد يصير هذا مش معقول، واليوم نشوفه في ترهيب الإدارات، في ترهيب للموظفين، في هوا الفساد، مقاومة الفساد في الإدارة، إدارة في حالة شلل بفعل الخوف والذعر، وكبار المفسدين وكبار الإرهابيين اليوم يتمتعون بالحرية، بحرية التنقل داخل تونس وخارجها، بالحماية. وما يجيكش عجب غدوة يعاودوا يرجعوا جماعة يوسف الشاهد هاوكا لتوا يوهموا في رجال الأعمال اللي هما مازالوا نافذين ومازالوا يقضيوا ولتوا يتحايلوا على العباد، وعندهم الحق. واحدة لما حلوا لهم حتى ملف، يوسف الشاهد عنده 17 ملف في القطب المالي، هاوكا نعديو في اللي ما عندوش والي وما عندوش تالي وما عندوش معلومات، أما لا يعرف يبيع ويشري صح عليهم، عندهم سلعة عرفوا يبيعوها للرئيس بصحتهم. أخبار، سياسة، تقنية، محتوى مختلف، بنظرة شبابية تونسية. عالم أميرة، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.